شكرا أبو شريف على هذا الشرح المفصل. لدينا 5 متداخلين، لكل متداخل 3 دقائق. نبدأ مع الدكتور محمد الكويتي، فليتفضل. السلام عليكم. ما خلالنا شيء الأخ أبو شريف، يعني غطى الموضوع ما شاء الله بكامل، ومحاضرين أشياء، لكن في كثير من الأشياء اللي محاضرينها تم التطرق لها، فحتى التشجح بيكون صعب شوي. أعتقد أن إحنا الوضع اللي وصلنا له كما تم شرحه، واعتقد ما يخفي علينا يعني من اطلاع من الصحافه ومن اطلاع من ما يجري، لكن المسؤوليه انا اعتقد انها يمكن تكون موزعه الى اكثر من جهه. يعني الحكومه تتحمل المسؤوليه الكبيره بصفتها السلطه التنفيذيه اللي ادارت العمليه، ف لم توضع رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد. يعني احنا لما نتكلم عن الدين العام او العجز، هو في الواقع نتيجة لأشياء اخرى. يعني الأداء الاقتصادي او ضعف الأداء الاقتصادي ممكن يؤدي الى نتائج مثل النتائج هذه اللي هي تراكم الدين العام والعجز. فعدم وجود رؤية لتحويل الاقتصاد نحو اقتصاد منتج من فترة من السبعينات تقريبا، في البداية تمكنا من خلق بعض المصانع وبعض اللي الآن موجودة وتشكل نوع من التنوع الاقتصادي، لكن بعد الثمانينات وقفنا إلى فترة طويلة. وحتى الرؤية الاقتصادية اللي وضعت، أولا أعتقد أنها كانت متأخرة، وثانيا لم توضع لها آليات تنفيذ، بالإضافة إلى أنها هي تقوم على فرضية، وأنا من الناس اللي أعتقد أن القطاع الخاص عندنا غير ممكن أنه يقود العملية. هذه الحرية الاقتصادية يمكن أنا أميل لجانب أن خصوصا في وضع مثل وضعنا أو حتى دول الخليج الأخرى، لأن الدولة هي اللي تملك رأس المال اللي هو النفط وغيره. ففي هالحالة أعتقد أن المبادرة يجب أن تكون من الدولة في قيادة الاقتصاد، لكن عقب يتحول إلى القطاع الخاص بشكل أو بآخر على أساس بيع الحصص وغيره، لكن ما تكون هي الأساس. بالنسبة للجهة الثانية اللي تتحمل مسؤولية، أعتقد مجلس النواب. مجلس النواب على مدى 12 سنة، يعني مو بس هاي الفترة الأخيرة اللي ضعف المجلس، لكن حتى في بداية 2002 2006 2010 لم يبحث في القضايا الاقتصادية ويضع رؤية أو يساهم في وضع رؤية. ما في مطالبة للحكومة جادة بوضع رؤية لتنويع الاقتصاد. في الفترة الأخيرة أصبح يتصرف وكأنه جزء من السلطة التنفيذية. لم يصر على مثلا استراتيجية أو منهج لمعالجة الدين العام. ففي هالحالة أعتقد أن المجلس بشكله الحالي، وما لم يكون أقوى من ما هو عليه الآن، والأساس أن تنتمي أو تدخل في تكوين المجلس جمعيات سياسية. بدون جمعيات سياسية أفراد ما ممكن يؤدون أكثر مما هم اللي يؤدونه مهما حاولنا، لأن الفرد لا يوجد له أيديولوجية معينة، لا يوجد له
سند خلف مثلا جمعية تشتغل معه، ما في قاعدة جماهيرية ولا شعبية يستند لها، حتى يمكن سكرتير بالكاد عنده سكرتير يتعامل وياه. ففي هالحالة أفراد لا يمكن أن يؤدون، تحتاج إلى جمعيات سياسية. اللاعب الثالث اللي بعد كان ممكن يأثر اللي هو غرفة التجارة. غرفة التجارة أعتقد من النفط وياي بدأت تتراجع، دورها بدأ يتراجع، الحكومة هيمنت على القرار الاقتصادي وهم لم يتمكنوا من إثبات أو تعزيز وجهة نظرهم، فتقريبا انتهى دورها كلاعب في العملية الاقتصادية. وأخيرا أنا أعتقد أن الجمعية السياسية انشغلت كثيرا بالجانب السياسي أكثر مما حاولت أن تصل إلى المواطن من خلال التأثيرات المعيشية. الآن احنا في وضع المواطن بدأ يشعر بأن العملية اللي قاعد تصير، العجز في الميزانية ومحاولة تقليل الدين العام، قاعد يأثر على جيبه. فهذا المواطن يحتاج أنه هو خلينا نقول يمثل بشكل صحيح في المجلس النيابي، بحيث ما عندنا ترى مجال آخر، يعني ما في مجال ثاني غير المجلس النيابي للتعامل مع الوضع الحالي. المجتمع كذلك عليه دور، ما نقدر نلوم المجتمع كثير لأنه مفكك، لكن منظمات كثيرة يمكن في وقت من الأوقات كان ممكن تعمل، لكنها أعتقد أنها هي لم توفق في طرح أو تغيير شيء من الوضع الحالي. في كثير من المبادرات قدمت، مثلا حوار مجتمعي على مستوى عالي لمناقشة رؤية مستقبلية لمتطلبات التنمية والخروج من الأزمة، فهذه يحتاج إلى مجلس نيابي يقدر يبادر في هالعملية هذه ويجمع مجموعة، أو أنه يأخذ بطريقة أو بأخرى يدير حوار مجتمعي للخروج من الأزمة. والإعداد لهذه يكون يتصدر المجلس النيابي، لكن المجلس النيابي الحالي طبعا ما بيقدر. احنا نتكلم عن المجلس النيابي في حالة ان الجمعيات السياسية قدرت ان هي تتغلب على الصعوبات اللي عندها وتبدأ في مرحلة جديدة تدخل المجلس. انتهى الوقت دكتور سامح. انتهى الوقت. يلا وشكرا. يعطيك العافية. شكرا. الدكتور جعفر الصايغ تفضل، عندك 3 دقائق إلى 5 دقائق. مرحبا، شلونك؟ مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا أردنا أن نشخص المشكلة أو الأزمة، الوضع الحالي، طبعا أنا أتفق مع الأسباب اللي ذكرها أبو شريف في حدوث تطورات الأزمة من فساد ومن عملية توزيع الدخل، ولكن دعونا نستعرض بعض كتشخيص المشكلة. مدى كان دور الدولة خلال هذه السنوات الطويلة؟ يعني لو نشوف كيفية توزيع الإيرادات النفطية، كان الدولة عبارة عن وسيط تستلم الإيرادات النفطية وتقوم بتوزيعها على القطاعات من خلال المصروفات العامة، وجعلت من الاقتصاد ككل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على ما تقوم به الدولة من ضخ هذه السيولة في الاقتصاد. المشكلة ليس فقط احنا نعتمد على النفط، ولكن المشكلة أن الدولة جعلت من الاقتصاد الوطني يعتمد على ما تقوم به من حجم المصروفات الحكومية.
فأصبحنا كل مرة ينخفض فيها الإيرادات أو تنخفض فيها أسعار النفط تنخفض السيولة التي تقوم به الدولة بضخها في الاقتصاد وتتأثر كل القطاعات الاقتصادية. كل القطاعات الاقتصادية بما فيها حتى القطاعات التي نفتخر بها وهو القطاع الغير نفطي القطاع المصرفي والخدمات أيضا تتأثر بشكل سلبي. وأيضا تبدأ رؤوس الأموال أصحاب رؤوس الأموال عندما تنخفض الدولة عندما تقوم الدولة بخفض مصروفاتها تبدأ رؤوس الأموال بالبحث عن يعني فرص استثمارية خارج الدولة خارج الاقتصاد. هذا وأيضا الشيء الآخر أن سياسة تنويع مصادر الدخل وقبل ما سياسة تنويع مصادر أصبح المصدر الرئيسي للسيولة في الاقتصاد هو مصروفات الدولة. لو رحنا حتى العمالة سوق العمل يتأثر سلبا بسبب انخفاض أسعار النفط ومن ثم انخفاض مصروفات الدولة. قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل ومن ثم المناخ الاستثماري ما يصبح مناخ قابل لجذب الاستثمارات المحلية قبل أن تكون الأجنبية. أيضا لو نحاسب يعني ماذا كان دور فعل السياسات الاقتصادية، كثيرا ما لا نتطرق إلى فعالية السياسة الاقتصادية في الدولة خلال 40 سنة الماضية. لم تكن ذات السياسة الاقتصادية التي تبنتها والإجراءات والاستراتيجيات الاقتصادية لم تكن فعالة بحيث تحقق الهدف الرئيسي التي ناشدنا بها وتدعي هذه السياسات بتحقيق هذا الهدف وهو تنويع مصادر الدخل. تعرفون كم كلفنا هذه السياسات الاقتصادية على مدى 40 سنة؟ بلايين من الدولار من الدنانير التي كانت تهدف لتنويع القاعدة الإنتاجية. خلال 40 سنة النتيجة لو حاسبناها لو حسبنا حجم الأموال التي صرفت على البنية التحتية وعلى 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 بشكل عام على الاستثمارات لأجل تنويع مصادر الدخل، النتيجة بعد 45 سنة هو 15% فقط من الإيرادات غير النفطية. يعني هل على مدار هذه السنوات ما حققته البحرين في عملية تنويع مصادر الدخل هو إذا قلنا 85% إيرادات نفطية و15% وتعال شوف 15% من الإيرادات غير النفطية ماذا تتكون من رسوم أغلبها رسوم ونوع من بعض الضرائب الغير نفطية. في تصوري أن الأزمة يبدو أن أزمة الأسعار النفط ستستمر لسنوات قادمة، وهذا يعني أن أزمة الدين العام ستكون هي العنوان الأبرز خلال السنوات القادمة. من الواضح أن الدولة منذ حدوث هذه الأزمة دولة عمدت على معالجة الوضع من خلال تلاعب أو من خلال تغيير في هيكل المصروفات العامة أكثر من الجانب الإيرادات، وهذا يعني أن سوف نشاهد خلال السنوات القادمة مثل ما تفضل المحاضر وقال أن بنشوف كثير تدريجيا ستنخفض المصروفات إلى أن تنخفض بمقدار 50% وهو 50% حجم الإيرادات حجم الأسعار النفط. يعني كان الأسعار النفط 113-114 كما قبل حدوث الأزمة، الآن أصبحت 50%. سوف نشاهد أيضا المصروفات العامة سوف تنخفض بهذه النسبة. وعلى هذا الأساس نتوقع أن يستمر الوضع إلى أن تنخفض المصروفات بمقدار هاي،
وهذا سوف يكون له أبعاد سلبية على الاقتصاد ومستوى المعيشة. إذن باختصار نحتاج أعتقد إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، ونحتاج إذن تغيير إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، ومن ثم لا يمكن أن نضع اللوم على أسعار النفط. لا يمكن أن نقول أن مثلا أزمة أو تداعيات أزمة ارتفاع الدين العام بسبب انخفاض أسعار النفط. أسعار النفط دائما متقلبة، ودائما من لا يتوقع بحدوث أزمة وتنخفض أسعار النفط. ليس الأزمة السبب في ارتفاع الدين العام، وليس فقط هو السبب الرئيسي فقط، لكن السبب هو فشلنا في سياسة في تنويع مصادر الدخل وليس انخفاض أسعار النفط. وشكرا. شكرا دكتور. آسف على المقاطعة، بس أرجو الالتزام بالثلاث دقائق. آسف جدا. الدكتور جاسم حسين. ثلاث. أشوف أيادي ترتفع، فاعذروني لأن بس عندنا مداخلة. بيكون عندنا مداخلة سادسة الأستاذ يوسف المشعل وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يمكن عندي نظرة أخرى في موضوع الدين العام، وهو أن أنا مو متخوف من الدين العام واجد. أنا ما عندي كثير من القلق في مسألة تنامي الدين العام. أنا أقول لك بالفعل في مشكلة في أن الدين العام وصل 9 مليار دينار، أي 3/4 حجم الاقتصاد اللي يبلغ 12 مليار دينار وفي يعني الفوائد مرتفعة. المشكلة في البديل، إذا ما رحنا إلى زيادة الاقتراض لازم نختار يعني أحد الأمرين، وكلاهما أمر، يا يعني نقلص المصروفات العامة أو نزيد الإيرادات العامة. تقليص المصروفات معناه لازم نوقف العملية التنموية في البلد، مشاريع وكثير من الأمور، وهي مشكلة كبيرة. أصلا عندنا ضعف النمو بسبب مشكلة الصرف. لازم نختار هذا الموضوع، أو نروح إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، يعني المزيد من الرسوم، رفع الدعم، وما لدانك مشكلة كبيرة. وبالتالي الآن فأنا أعتقد يعني الدين العام على مأساويته خيار أفضل من الخيارين الآخرين، يعني نقص المصروفات أو زيادة الإيرادات، والناس ما راح تتحمل. بعدين أنا أعتقد أيضا أن الموضوع مو خارج عن السيطرة، ودليلي على ذلك أن حتى الآن البحرين لم تتأخر ولا مرة واحدة عن دفع الأقساط المترتبة، ولا مرة واحدة، وهذا شيء جميل. مو فقط الأقساط بل حتى الأرباح، ما يعني الموضوع تحت السيطرة. يعني خصوصا بالقياس، أنت دول مثلا أشار إلى تجربة اليونان مشاكل كثيرة ودول أخرى، وهذا زين. أنا طبعا ما أقول أقلل من الموضوع، بس مو خطير لأن البديل خطير. هذا جانب. الجانب الآخر، أنا أيضا لاحظت بأن يعني الملاءة المالية للبحرين، أشار الأخ إبراهيم إلى كلام يعني ستاندرز اند بور ومؤسسة فيتش وموديز، كل هالمؤسسات تتفق بأن المشكلة ليست في الدين العام، بل المشكلة في عجز الموازنة. إن في مشكلة في الموازنة، عندك عجز في الموازنة. يعني العجز يعني هالسنة راح يكون 1,300,000,000,000 دينار، يعني يشكل 11% من حجم الاقتصاد. فيقول المشكلة في الموازنة، لازم نضبط إيقاع الموازنة، يا يعني نقلص المصروفات أو نزيد الإيرادات. غياب ذلك ترى ولا المشكلة. فلذلك كلهم قاعد يربطون الموضوع لعلاقة بالموازنة العامة وليس يعني في المجموع. أنا أعتقد هذا من جانب. الجانب الآخر الدعم الخليجي، في دعم قوي موجود، يعني الدعم من الإمارات ومن السعودية ومن الكويت، هذا الدعم غير طبيعي، ما في دول في العالم تحصل هالنوع من الدعم. يعني مثال على ذلك الأخ إبراهيم أشار إلى موضوع المطار. الآن توسعت مطار البحرين، أمس كان الوزير يتكلم بأن التوسعة انتهت بنسبة 40%. الإمارات قدمت منحة مو قرض قيمتها 350 مليون دينار لتطوير
هذا المبنى الجديد، وين عندك انت تجي في خيار مسلم الدوله تجي تدفع 350 مليون دينار وتبني مبنى جديد عشان يجيبون موديل الامارات في البحرين؟ يقول لك انت تطور المطار بتطور وايد اشياء اخرى، خذ تجربه دبي في ذلك، تطور قطاع السياحه قطاع. ففي المحصله انا اعتقد انا الان انا اعتقد يعني الدين العام مع المشكله على اهميه مأساويته افضل من الخيارات الاخرى، تخليص المصروفات، زياده العباء على الناس، الناس اوضاعها صعبه، مثل ما قلت الموضوع مو خارج عن السيطره، سيء بس مو كل السيء. واعتقد ايضا خيار الدعم الخليجي الموجود، فان شاء الله، بس ما اعتقد نحتاج الى اداره صحيحه للدين العام، اداره صحيحه شفافيه، نحتاج ادوات من هذا النمط. ما ادري ان شاء الله موضوع اخر. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. سيد شرف الموسى رئيس جمعيه الشفافيه البحرينيه، تفضل. 3 دقائق. مساء الخير. في منتصف 2015 لما ناقشنا ميزانية 2015-2016 في الجمعية البحرينية للشفافية، نعمل احنا عادة ورشة عمل وحلقة حوارية. الدكتور معنا الدكتور حسن والدكتور جعفر آنذاك تنبأنا بأن الدين العام في نهاية 2016 راح يصل إلى 9 مليار دولار، وفعلا ما تنبأنا به حصل في ذاك الوقت. وعقدنا في حلقة قدمتها الجمعيات هنا في هذه القاعة، وأنا كررت نفس الكلام وقلت التوصيات اللي توصلنا لها في ورشة العمل، لأن كان الترند مال الدين العام والعجز في الميزانية العامة من 2011 واحنا صاعدين هو رايح يوصلنا لهذه النتيجه، وفعلا وصلنا الى هذه النتيجه. في تلك الورشه في 2015 طلعنا بمجموعه توصيات واعلنا عنها وكررناها مره ثانيه، واحده من هاي التوصيات اللي لازلنا نعتقد انها توصيه مهمه والحكومه بدأت بعمل جزئي لها، وهي أن لابد أن يكون هناك هيئة مسؤولة عن الإشراف على الدين العام، مراقبة أداء الدين العام، العمل على تخفيض الدين العام، أما يترك هكذا سنويا يتزايد بدون معرفة إلى نهايته، هذه بيكون مسألة شوي صعبة. أيضاً العجوزات عندنا بدأت من 2009 حتى الآن تقريباً، ولكن قبل هاي العجوزات مثل ما تفضل الأخ إبراهيم كان في عندنا فوائض مالية. إحنا الميزانية اللي كل سنتين تطلع لا تتطرق بما حدث في العام الماضي في الميزانيات السابقة، إذا كان عندنا مثلاً فائض مالي وين راح هذه الفوائض المالية، أين تم استثمارها وين تم صرفها. هذا كله ياخذنا الى نقطة مهمة وهي الشفافية والإفصاح عن المعلومات اللي نعتقد احنا في الجمعية البحرينية للشفافية هي ناقصة، لم تصل الى المرحلة التي يجب ان تصل اليها. في مجموعة مبادرات في العالم تتعلق بالشفافية، واحدة من هذه المبادرات هي مبادرة اسمها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي تتعلق مثلا عندنا في البحرين على الأقل فيما يتعلق بالنفط، لابد أن البحرين أو ما نعتقده تشترك في هذه المبادرة حتى تقول لنا بشكل يومي وليس فقط بشكل سنوي أو بشكل شهري ما هي أعداد براميل النفط التي استخرجتها من بئر البحرين وبئر أبو سعفة وبكم باعته. هذا يتم تراكمه بشكل سنوي، من خلالها على الأقل نعرف تفاصيل اللي هو 85% من إيرادات البحرين وهي اللي تعتمد على النفط. هذا كله يأخذنا إلى جانب مهم وهو التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي فيها 3 نقاط مهمة جدا،
وإحنا دائما وفي كل اللقاءات اللي نعملها نأكد عليها، هو اعتماد أو إصدار قانون حق الحصول على المعلومات. وهذا القانون إحنا في الشفافية اشتغلنا عليه من 2009، وقدمنا مقترح مع بعض الكتل النيابية آنذاك في 2009، وقدم المقترح لأن بدل ما يصدر قانون حق الحصول على المعلومات صدر قانون حماية مستندات الدولة، بمعنى كل شيء في الدولة لازم يكون تحت الحماية أو السرية. النقطة الثانية وهي إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهذه من ضمن مسؤوليتها هي الإشراف على استراتيجية وطنية التي يجب أيضا أن يتم اعتمادها من قبل البرلمان، ويشارك فيها الهيئات أو الجهات المستقلة من ضمنها المجتمع المدني والجمعيات السياسية والناس وإلى آخر. فأعتقد في اعتقادنا إحنا هذه الثلاث نقاط إذا توفرت، إنشاء هيئة مستقلة، استراتيجية لمكافحة الفساد، قانون حق الحصول على المعلومات، ما رايحين نتفاجأ بالأرقام اللي ذكر عنها الأخ إبراهيم وانخفاض تصنيف البحرين من وقت لآخر. وشكرا. شكرا سيد دكتور حسن، عندك مداخلة؟ آخر متداخلين الأستاذ يوسف مشعل، تفضل. وبعدها أبو شرف يكون عنده 3 دقائق للتعقيب. أبو شرف 3 دقائق. هناك أزمة، ما في أحد يقدر يقول ما في أزمة. في أزمة، ما أزمة مالية في الموازنة، هذه موجود. هناك فساد، لكن كل من يتكلم عن هذه الأزمة يتكلم نظريا، ما في أي حلول جذرية، ما في أي أفكار ممكن هي تساعد. فما عندنا أحزاب سياسية، جمعيات سياسية، كلهم نايمين، برلمان في العناية المركزة، ما عندنا إلا الحكومة اللي هي قاعدة تفكر وتعمل، وما في خيارات. مثل ما تفضلوا الإخوان قبل، ما في خيارات. إما إنه هو بيزيد الإيرادات من خلال الضرائب، أو إنه يستدين. طول هذه الفترة اللي تكلم عليها أبو شريف، والدين يزيد. ليش الدين يزيد؟ حتى يبقى كل شيء على ما هو. احنا لحد الآن ما صار عندنا أي إيقاف للرواتب، ما عندنا أي من الشركات الكبيرة طلعت أو سكرت، وما في عندنا أي وقت صار في عندنا ديفولت في دفع الدين أو مصاريف الدين. هذه من وين يجي؟ هذه كلها من وين يجي؟ المواطنين يمثلون أكبر شريحة في القطاع العام، وأكثر من 1,250,000,000 رواتب فقط للقطاع الحكومي. طب هذه من وين يجي؟ فالحكومة ما عندها أي حل، إما الإيرادات تزيدها في الضرائب أو القروض. حين الإيرادات تزيدها في الضرائب، نجي في غير الضرائب ممكن أنها يتزيد الإيرادات. خصخصت بعض الخدمات، لكن هذه بيجي وبيأثر على المواطن. مثل ما نتكلم الحين على التأمين الصحي، وأن الحكومة بتخصص كل الصحة، وكل مواطن بحريني بيكون في عنده مبلغ معين اللي هو يستخدمه حق التأمين الصحي. لكن في أمور أخرى ممكن نتكلم عنها، أمور بسيطة وصغيرة ممكن أن هي تساعد في زيادة الإيرادات، من تخصيص بعض الخدمات اللي تقوم فيها الحكومة، تتركها الحكومة وتعطيها للقطاع الخاص اللي هو يشغلها وهي تأجرها للقطاع الخاص. هذه يحتاج إلى أفكار، يحتاج إلى دراسات. من وين تجي هذه؟ تجي من الأحزاب والجمعيات السياسية. وهذه للأسف، يعني اسمحوا لي، أنا في جمعية سياسية عريقة، لكن اسمحوا لي في هذا الشيء،
إن ما في هذا الشيء قاعد يصير، ما في دراسات قاعدة تنعمل وتتوزع وتنعطى وتنشر إن هي تساعد وتقول حق الحكومة إن إحنا موجودين نفكر وياكم. الشيء الثاني إن يعني الكل عارف وكل الجمعيات السياسية تشوف إن الأزمة قاعدة تكبر وتتفاقم أكثر وأكثر. طيب لمتى؟ لمتى بيبقى هذه التلكلك وهذه القوقعة في الجمعيات السياسية؟ ننتظر الحل، ننتظر الحل. ما تشوفون أن حان الوقت لكل هذه الجمعيات السياسية إنها هي تقبل وتحاول أنها تدخل حتى تساعد، تحاول أنها تغير من هذه قبة البرلمان الموجودة عندنا اللي ما في منها وما استفدنا منها إلا في الفترة اللي كانت في معارضة؟ وديمقراطية بدون معارضة لا تعتبر ديمقراطية. شكرا واسمحوا لي. شكرا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا أستاذ يوسف مشعل. أستاذ إبراهيم شريف عندك 3 دقائق بشكل مكثف وسريع. شكرا لجميع الإخوان المتداخلين. الوضع في البحرين مثل قطار ماشي بسرعة قصوى، محطة جاية قدام، أي دين في نهاية المطاف لازم أنت تسدده، إذا ما تسدده ينفجر في وجهك. فما في 83% قد يكون مقبول، لأن أمريكا فيها حوالي 100%، اليابان فيها 250% يا جماعة. حجم الدين في اليابان 250% من حجم الاقتصاد من جي دي بي. ليش ما انفجر؟ لأن ما حد خايف من اليابان. اليابان عندها 1.25 تريليون 1250 مليار دولار احتياطي، من بيشكك في اليابان؟ العجز ماله كلها 4.5%، تستطيع بسهولة تزيد الضرائب شوي وتغطي كل العجز ماله. ما حد يشكك في اليابان، أنت تشكك لأن ما عندك وضوح. اليابان في وضوح جدا وفي وسادة كبيرة من الريزيرف الاحتياطيات تنام عليها. احنا ما عندنا لا الوسادة ولا عندنا الوضوح، احنا قطار سريع ماشي وفي محطة جاية وما قادرين نخفف السرعة. في احد يقول ان لما توصل المحطة ذي في النهاية بتطق في الجدار وبتكسر بتنفجر. هذا هو الوضع اللي موجود عندنا. مثل ما قلت، مشكلة الدين العام مش مشكلة اذا كان عندك وضوح، اذا كان عندك وضوح في قضية كيف بتدير العجز في المستقبل وتحوله الى صفر او تحوله الى الى الى, إلى زائد. الحلول الدكتور مشعل، أنا طرحت مجموعة من الحلول، ما في تفاصيل لها لأنه من يريد أن يدخل في التفاصيل عليه أنه يلم بالمعلومات اللي عند الدولة اللي مش موجودة عندنا، مش متوفرة مثل ما قال السيد شرف. في قضية الحلول التصاعدية، الضرائب التصاعدية، العالم كله 34% ضرائب موجودة، مش على مستوى العالم، أقل دول من الصناعية فيها 20-18%، دول مثل المكسيك أو تشيلي أو تركيا إلى آخره، هاي كلهم فيهم 20% وزيادة موجود. ممكن هذا الحل، لكن من يتخذ القرار ما يفكر في يفرض ضريبة على الذين الكبار وعلى أصحاب العقارات وعلى أصحاب الثروات وعلى آخره، لأن مو ممثلين الثانيين اللي يقولون أوكي لا تقصون من الكعكة مالتنا أخذوها من الكبير في هذا البلد. نقدر ننزل نفقات الدفاع، ما في سبب أن يكون عندنا بهذا الشكل. العالم كله ماشي بهالاتجاه، احنا محافظين دول الخليج. احنا إذا تشوف أكثر 10 من 10 دول في العالم في نفقات الدفاع، 6 منهم دول الخليج، 6 من أكثر دول العالم في نفقات الدفاع بالنسبة لحجم اقتصادها. في نفقات غير مدرجة في الميزانية، احنا ما قلنا كلها نفقات غير شرعية وغير ضرورية، ناقشوها خلي تنافس مع غيرها في قضية حصتها من كعكة المصروفات. أراضي يا جماعة توزع بدل لا توزع، يجب أن تعرض مناقصات. الآن يمكن نقول في قبل 10 سنوات الحكومة ما تحتاج، اليوم الحكومة تحتاج كل الأراضي توزعها مجانا هبات. ليش؟ أعرضها مناقصات وحصل. أنا كان تقديري قبل 7-8 سنوات أن قيمة الأراضي السنوية إذا تحصلها في 500 مليون دينار تقدر تحصلها فقط من قيمة الأراضي، يعني هذه حوالي ثلث العجز مالك تغطيه. ففي حلول تفصيلية، لا لأن تفصيلية تحتاج معارضة تملك كل هالمعلومات اللي موجودة عندنا احنا. الخصخصة قد تكون حل
بشرط وجود حالتين، قد ومش ضروري تكون صحيحة، لأن كأيديولوجية أنا أعتقد أنه هي لازم تشوف حالة بحالة. أول شيء لازم يكون عندك شفافية كاملة في موضوع الخصخصة، ما يصير تخصخص بلد شفافية موجودة فيها، لأن الحرامية يمكن يبقون يأخذونها بأبخس الأثمان. ثاني شيء، خصخص شركة وربحت ما تأخذ ضرائب عليها، خصخصة بدون ضرائب ما له معنى. ما في بلد في العالم خصخص ما أخذ ضرائب على الشركات، إحنا ما نأخذ ضرائب، لا في شفافية ولا في ضرائب، فتخصخص في النهاية ليش؟ آخر شيء قضية الشراكة. أي طيب، المعارضة مستعدة لشراكة مع الحكومة، هل الحكومة مستعدة لشراكة مع المعارضة؟ مش ما في استعداد لوجود شراكة. أنا معاك في هذا الموضوع، إحنا نحتاج شراكة، نحتاج معارضة تحدي نفسها في موضوع تقديم برامج وبرامج بديلة، لكن تحتاج طرف آخر مستعد أن يقوم بعملية الشراكة في هذا الموضوع. شكرا وأسف على الإطالة.